بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في تفسير الآيات من قوله تعالى إذا قضيتم الصلاة إلى قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وقد توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، آخر الآية الأولى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا، لأن الكتاب معناه الفرض، موقوتا يعني مؤقتة بأوقات معينة لا يقبلها الله في غيرها ولا يجوز إخراجها عن أوقاتها. وهذه الأوقات كما في قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه أوقات الصلاة مجملة، قد فصلتها السنة النبوية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فحددت لكل صلاة وقتا من بدايته إلى نهايته. فوقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر ويمتد إلى أن تطلع الشمس، ووقت صلاة الظهر من حين تزول الشمس إلى جهة الغرب إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ظل الشيء الشاخص يعني المرتفع مثله، فإذا تساوى الظل والشاخص دخل وقت انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا وقت الاختيار. ثم يأتي وقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس، ووقت صلاة المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، هذه مواقيت الصلاة. ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أنه أفضل من تأخيرها وإن كان الوقت موسعا، ويجوز التأخير لمن لا يرتبط بجماعة، أما الذي يرتبط بجماعة فلا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة ويقول إن الوقت موسع، لأن صلاة الجماعة واجبة فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة. صلاة العشاء تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل، ولكن إذا كان مرتبطا بجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي معهم من أول الوقت إذا صلوا، ولا يؤخرها إلى ثلث الليل لأنه بذلك يترك الجماعة. فهذه المواقيت تجب مراعاتها، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات حددها الله ورسوله، فلا يجوز إخراجها عنها من غير عذر شرعي، كالذي ينوي الجمع وهو يجوز له الجمع، يجوز أن يؤخر الأولى إلى الصلاة الثانية إلى دخول وقت الصلاة الثانية ويجمعها معها جمع تأخير، أو العكس يقدم الأخيرة ويصليها مع الأولى
جمع تقديم، لأن الوقت في هذه الحالة وقت الصلاتين في هذه الحالة الجمع يكون وقتا واحدا من أولها أو في وسطها أو في آخره. فإن جمع قبل خروج وقت الصلاة الأولى فهو جمع تقديم، وإن جمع بعد دخول وقت الصلاة الثانية فهو جمع تأخير، ويفعل الأرفق به. والجمع يجوز للمسافر ويجوز للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة، ويجوز بين المغرب والعشاء في حالة المطر الذي يبل الثياب وما ينشأ عنه من الوحل والطين وتجمعات المياه في الشوارع أو هبوب الريح الباردة الشديدة. فبهذه الأحوال يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة. فإذا فعل هذا فقد أدى الصلاة في وقتها. أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر إن هذا لا يجوز، والله جل وعلا توعد من فعل ذلك بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى السهو في الصلاة معنى السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها، توعدهم الله بالويل. وفي الآية الأخرى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة معناها تأخيرها عن وقتها من غير عذر، من غير عذر شرعي. فإذا أخرها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. أما إذا كان له عذر شرعي كأن نسي الصلاة أو غلبه النوم عنها مع عزمه على القيام لها فهذا عذر شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله من نسي صلاة أو نام عنها دليل على أن من تعمد فإنها لا تقبل منه، ولكن عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات في مواقيتها. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.